الآب والابن والروح القدس لله الواحد آمين. تذكار الأعياد الثلاثة الكبرى. إذ البشارة والميلاد والقيامة. يصلى بنغمة الفرح. لأن اللي عمله المسيح في طبيعتنا شيء كبير، ما أخذ الطبيعة البشرية واتحد بيها يعني. الناس بيقول دايما فلان ده قريب من ربنا، حاجة كبيرة قوي إن إنسان يقترب إلى الله. أو واحد بيتكلم مع ربنا. زمان توفيق الحكيم كتب مقالات في الأهرام سماها حديث إلى الله. واحد بيتكلم لربنا، كان هيموتوه. يقول له أنت مين؟ انت بتقول ايه؟ حديث مع الله. فالرجل غير العنوان وكتب حديث الى الله. ما طب ايه التجسد؟ قال لا، مش كلام مع ربنا، ده ربنا خد طبيعتنا واتحد بيها، مش بقى قريب، جعل النسوت اللي هو طبيعة البشر اللي هو جسد نفس روح العقل الكيان البشري ده اللي احنا هو، وخده ووحده معاه، بقى واحد، بقى يعني ربنا ده مش حد تاني. لما الواحد ما يفهمش كده ما يعرفش يعيش. لما ربنا يفتح ذهنه ويفهم التجسد اللي هو ربنا قرب، المزمور يقول طقطق السماوات ونزل، وطى السماء ونزل وخد كل اللي لينا وبارك الطبيعة بقى البشرية دي. يعني هو يقول أنا عايش بالمسيح، فين هو؟ ما هو. طب مال إيه بقى الوحشات والخطايا والبعد؟ واحد مش دريان، بس أول ما الواحد يدرى يرجع يحس إن ربنا يعني يقول ليه الحياة هي المسيح، أنا عايش بيه. فالتجسد إن جيت للحقيقة مش عقيدة، ده حياة. عايش بالمسيح، المسيح اللي خد طبعي، خد طبيعتي، خد جسدي، وبقى عارف كل حاجاتي الصغيرة قوي والنفسية ودقائق الحياة وتفاصيلها ومشاكلي ومتاعبي وكل حاجة بعيش فيها عاشها. فإيه بقى يعني الشرف الكبير ده اللي حل بالإنسان، والنعمة اللي ملاش حدود، والفرح بقى إذا كان هو شاركني في اللحم والدم وأشركني معاه في طبيعته الإلهية. يعني ما يسأل يقول إيه؟ سلامي، سلامي الخاص بتاعي بتاع شخص المسيح أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم. فبقى الإنسان حائز على إيه؟ أمور إلهية، زي تناول مثلا، خد جسدي، جسد المسيح الإله، اديني، ودمي، وروحي الخاص، الروح القدس، الرب المحيي، قال أترك لكم المعزي ده يسكن فيكم. فالبركات اللي أخذناها في التجسد مش حاجات تتوصف، لكن أمور تتعاش. اقترب إلى الله أوي. إيه الإنجيل بقى بتاع الولادة دي؟ واحدة ست يعني ملخبطة خالص، يعني متمرمغة في الخطايا ومعروفة في البلد إنها وحشة،
هل تستطيع الخطيه دي انها تقرب من ربنا؟ قال قوي قوي. ازاي؟ ده ربنا القدوس. ممكن قال لما المسيح نزل تجسد خد طبع البشر وبقى انسان زينا، قال جاي انا ادور على دول. قال انا مش جاي عشان الابرار ولا الحلوين ولا المتعلمين ولا اللي بيفهموا ولا اللي فاكرين نفسهم نضاف، لا 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 لا، انا جاي عشان دول. فالمراه الخاطيه دي قدرت تقرب؟ قال اه تقرب. قدرت تلمسه؟ المسيح الاله القدوس كلي الطهاره وكلي القداسه، تقدر تلمسه دي؟ قال اه. وتقدر تبوس رجليه؟ قال اه طبعا، كل سرور. وتبكي على رجليه وتمسح رجليه بشعر راسها. عشان كده البشاره الجامده قوي قوي يعني اللي تفرح، قال تفرح مين؟ قال تفرح الخطاه. الحق اتفتح لك باب للنجاه للميتين، يقول لك تعالى لان الحياه اظهرت. للمهملين من الناس ومن المجتمع، للواحد اللي كاره نفسه يلاقي المسيح. وكده بقول لك ده فرح. واحد يفرح ان المسيح خد طبيعتنا وتجسد نزل ومشى على الارض وشاركنا في كل حاجه. طب دي نظريه في التاريخ؟ قال لا لا لا، النهارده. يعني انت لما تقعد تاكل لقمتك وتقول له ايه؟ شاركني في اللقمه اللي باكلها، يرضى؟ قال لا، كل السر. احنا بنصلي نقول اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح، لأنه أخذ طبيعتنا بقى شريك. يعني في كل أعمال حياتك تلاقيه، ما خلى الخطية. تقول له هقعد، طب هتسلى، يعني مش صلاة وتسبيح وسهر، قال لا هقعد يعني هتسلى بمحبة مع أخواتي، تبقى معنا؟ قال آه. تسلية الفسحة الأمور الصغيرة جدا وكبيرة، آه، ما خلى الخطية. بس انا بعمل مشروع وبكذب، تبقى معايا؟ يقول لك لا لا، ما اقدرش. ما يقدرش يبقى كذاب، فما يقدرش يشترك معاك في الكذب. عشان كده بقول ايه، يعني اتمتع بالتجسد، عيش بالمسيح حياتك اليوميه بتفاصيل تفاصيلها. هو بيشترك معاك في كل حاجه، يفرح القلب ويعزي الخاطر ويعطي سلامه الخاص ويسند الضعفاء ويغفر الخطايا. عشان كده بقول لك التجسد مش نظريه، مش كتاب، امال ايه؟ ده حقيقه. والمسيحيه الايمان بالكتاب المقدس والايمان بالوصايا وحفظ اللي مش عارف ابدا ابدا. ايه المسيحيه؟ شخص المسيح. عرفت شخص المسيح؟ تبقى مسيح. عرفت كل المعلومات اللي في الدنيا عن المسيح وما عرفتوش هو، ما تبقاش مسيح. عشان كده بقول ايه، الواحد يبتدي يعيش، اقول اعيش بالمسيح، به احيا واتحرك واوجد، لان من غيره لا حياه ولا حركه ولا وجود لربنا المجد.